أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد، من الأبد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. تكلم الإمام الغزالي في كتابه أيها الولد على الطريق إلى الله تعالى، فقال، فأشار إلى أن الأصل في خلق الإنسان عبادة الله تعالى، لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أشار إلى بعد ذلك إلى أن هذا يقتضي عملا، والعمل يقتضي فيه شرطان، فحث على العمل، وسيتكلم عن العمل مرة أخرى في هذه الحلقة، ولكنه حث على العمل أن يكون مخلصاً لله تعالى، فيكون الإنسان فيه مخلصاً لله تعالى، وأن يكون ذلك العمل موافقاً للشرع الشريف، للكتاب والسنة الشريفة المطهرة، للكتاب الكريم العزيز والسنة الشريفة المطهرة. وقفنا عند رقم 5 أيها الولد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. أيها الولد، ما لم تعمل لم تجد الأجر. حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى 70 سنة، فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة، فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه من مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة. فلما بلغه قال العابد، نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده. فلما رجع الملك قال إلهي أنت أعلم بما قال. فقال الله تعالى، إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. قال الإمام، ما لم تعمل لم تجد الأجر. احنا نقرأ دايما حتة وبعد نشرحها حتة ونشرحها. قال الإمام، ما لم تعمل لم تجد الأجر، لأن الأجر مترتب على العمل، فما فيش عمل ما فيش أجر. لكن خير لك إن في أعمال كما قلنا قبل ذلك، ها، أعمال القلوب، ودي ما بيظهرش على الجوارح منها شيء، الإيمان، التقوى، الورع، ها، الخشية من الله تعالى، كل دي ده ثوابها أعظم من أعمال البدن. الحب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ده لا يعدلها ثواب في الأجر والثواب، وهي أعمال قلبية فتسمى عمل أيضا. فهنا ما لم تعمل أي لا بقلبك ولا بجوارحك لم تجد الأجر. حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى 70 سنة، فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة، أن يظهر حاله للملائكة، يجل الشيء يظهره، خلاص، أو يجلو الشيء يظهره، يجلوه على الملائكة أي يظهر حاله الملائكة. فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة، إن مع عبادة 70 سنة دي لا يليق به أن يكون من أهل الجنة.
في رواية تانية بيحكوها مختصرة أن الملك جاء وقال له أنت من أهل النار خلاص. فلما بلغه قال العابد، أما هو بلغ للعابد هذه العبارة، قال نحن خلقنا للعبادة. ها قال في رواية تانية اللي احنا حافظينها، ليس ذلك من شأني وليس إلي، إنما شأني أن أعبد الله تعالى، أما دخول الجنة أو دخول النار فهذا إليه سبحانه وتعالى، ففوض الأمر إليه. قال العابد نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده، يبقى خلقنا للعبادة فينبغي أن نستمر في العبادة. فقام يبقى هنا قام بالعمل أهو خلاص. فلما رجع الملك إلى الله تعالى، يعني إلى المولى عز وجل، قال إلهي أنت أعلم بما قال. فقال الله تعالى إذا هو لم يعرض عن عبادتنا، طالما أنه أقبل على عبادته وعلم المقصود من خلقه، فنحن مع الكرم لا نعرض عنه. إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه. اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. وأدخلته في رواية أنه اذهب أيها الملك وقل له أنه من أهل الجنة، بعد أن فوض الأمر إلى الله تعالى. تجد قصص كثيرة مثل ذلك موجودة في كتب الصالحين. في قصة أن رجل كان من العلماء العباد وكان يعبد الله، وكان يعبد الله تعالى. فالمهم أنه هذا الرجل في يوم ما استفتاه الملك في شيء، فإيه لم يرد على الملك بإجابة تحل له ما يريد. فالملك إيه قال ألقوه للأسود، اعملوا حلقة وجيبوا أسود وقولوا للأسود الجائعة. فجابوا أسد وجوعوه مدة ثلاثة أيام. وبعدين إيه جابوا الرجل الصالح ده اللي هو خالف أمر الملك، وإيه كان واقفا يصلي، فأدخلوا عليه الأسد الجائع اللي بقاله 3 أيام ما أكلش. فالأسد بدلا من أن يأكله تمسح فيه وجلس بجواره، رغم شدة جوع الأسد تمسح فيه وجلس بجواره، كان بيصلي هذا الرجل الصالح، فتمسح الأسد به وجلس بجواره. فالملك تعجب جدا وعفى عنه وخرج. المهم فالناس بتسأله ماذا كنت تفكر لحظة ما كان الأسد يدخل عليك وتمسح بك وجلس بجوارك؟ ما ظنش إن هو هيموت، إنما نظر لإقامة نفسه في عبادة الله تعالى. فكان فكره قال كنت أفكر هل لعاب الأسد طاهر أم نجس؟ بشرط إنه لو عضني وكان لي حياة، صلاتي صحيحة ولا تنجست بنجاسة غير معفو عنها فأحتاج إن أنا أخرج من الصلاة؟ ففكره دائر في عبادة الله تعالى، وأنه يقيم نفسه فيما أراده الله تعالى أن يكون من شأنه أن يقيم نفسه فيه، وهو العبادة لله تعالى. الكلام واضح؟ طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا في رواية أن توزن لكم، أخرجه الترمذي بنحوه في جامعه جامع الترمذي بصيغة يروى موقوفا عن عمر بن الخطاب. أن هذا إيه هنا الإمام، يعني كما قلنا لأن الإمام قال أنا بضاعتي في الحديث مزجى، يعني بعته في الحديث ليست على الكمال. ولكن واحنا بنشرح في الإحياء وجدنا أنه ينقل عن أئمة الأكابر من أئمة الحديث. الإمام الغزالي في القرن السادس الخامس الهجري، وتوفي سنة 505، وانتهاء تدوين السنة بالأسانيد الأولى كان آخره البيهقي سنة في النصف تقريبا 450 مش 505. فبعد كده من يروي بيروي عن الكتب السابقة، بعد البيهقي آخر واحد يروي بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من يأتي بعده يروي عن الكتب التي سبقته أو عمن سبقه، يبقى إيه إسناد ثاني، إنه بيروي لأحد الكتب ويروي عنه. نجد إنه وإحنا بنقرأ في الإحياء كنا نجد كثير جدا من الأقوال التي يذكرها الإمام الغزالي تكون واردة عن ابن أبي الدنيا مثلا، وده من الحفاظ الحديث في القرن الثالث الهجري، ها متوفي سنة 250 وكسر يعني. فهذا له ما يقرب من يعني 300 كتاب، كل كتاب في علم، كتاب الحلم، كتاب الأناة،
كتاب حسن الظن بالله، كتاب الصمت، كل مادة معينة فيها إقبال على الله تعالى ألف فيها كتابا كاملا من أقوال من الأحاديث، سواء جمع الأحاديث كلها بأنواعها وأفعال الصحابة وإيه أقوال العلماء الأفاضل والتابعين وما إلى ذلك. فالإمام الغزالي يروي عنهم، لكن هو قال إن بضعته في الحديث إيه مزجاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث ليس مرفوعا، إنما هو من رواية سيدنا عمر بن الخطاب موقوفا، يعني على برضه شيء من الحديث بسيط. الموقوف هو ما كان موقوفا على صحابي من قوله او فعله او وصفه او ما الى ذلك. والمرفوع اذا قال هذا الحديث مرفوع يبقى مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله او قوله او صفته او اقراره او ما الى ذلك. فقال الشارح هنا، اخرجه الترمذي بنحوه، اي الحديث ده حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن لكم او توزن عليكم او قبل ان توزنوا. رواه الترمذي بنحوه في جامعه بصيغة يروى موقوفا على عمر بن الخطاب، إن من قول عمر بن الخطاب وليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يبقى إيه معنى الحديث، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، يعني دايما تبقى في حساب لنفسك بالنسبة لعبادتك، هل أنت قصرت أم لا، أديت تعمل ولو تذكرة يومية أو تراقب نفسك بصفة دائمة، وده صعب. لكن الاول انك انت ممكن كان العلماء يقولون ان في الطريق الاول انك انت تحاول ان تاتي كل ليله وتجلس، ماذا فعلت اليوم؟ انا اليوم رفعت صوتي على فلان، انا اليوم تكلمت بكلمه غير لائقه، فيبتدي يحاسب نفسه ويبتدي ايه يحسن نفسه ويعتذر لو كان في اساءه ثاني يوم لمن اساء اليه، وفي نفس الوقت يحسن خلقه يوما عن يوم فيكون اقرب كل يوم الى الله تعالى. وبعدين يأتي بعد ناس بغلبة المراقبة دي تستمر المراقبة ليل نهار مراقبين لله تعالى في أعمالهم فيتحرزون. الأول كان لسانه بيفلت منه، دلوقتي بقى عمل ترتيب معين كما يقول الشيخ. أنتوا أهل ماليزيا ما عندكوش حاجة، ما حدش بيغضب غضب شديد، يعني قليل نادر أن يغضب غضب شديد ده، لكن في مصر مثلا يغضبون غضبا شديدا. فكان سيدنا نور الدين يقول إيه، أن الترتيب السليم ان انا اجعل عقل لساني، ها، اجعل فوقه عقلي واجعل فوق عقلي قلبي، خلاص. فالاول ايه، عندنا المصريين يتهوج وينطق على طول من غير ما يفكر، وده المعنى الغلط، انه جعل لسانه هو المسيطر على العقل والقلب، فقدم اللسان على العقل والقلب، فده فيه فساد وياتي بلاء منه. لكن الأصل إن الإنسان بيفكر بعقله أولاً فيما سيقول، ها، وبعد أن يفكر يعرض الأمر على القلب. ما القلب؟ القلب هو اللطيفة القلب عند أهل الطريق والتصوف هو اللطيفة الربانية المدركة العالمة المؤمنة، فبيعرض الأمر على القلب، لأن العقل ممكن يكون عنده نوع من الاختلال أو فساد، فبيعرض الأمر على القلب الذي هو قائم به الشرع، والقلب يحكم ويصدر الأوامر بعد ذلك اللسان بأن يتكلم أو لا يتكلم. فده الترتيب، العقل السليم عشان ما يحصلش غلط، ما يحصلش تفلت في الكلام، لكن الانسان دايما يراقب نفسه، ها، اما مره كل ليله يشوف يعمل كده، انا في هو هيحس بقلبه، هو مؤمن يحس ان في حاجه غلط، فينظر في هذا الغلط ويحاول يناقشه، ها، انا كنت غلطان بالفعل ولا كان ليا حق، يمكن انا اكون بامر بالمعروف وانهى عن المنكر، ويبتدي ايه يناقش نفسه، ها، ويعرض عليها الاعمال التي ارتكبها وشك فيها. صلى برضه ممكن يناقش نفسه في الصلاة، أنا كنت خاشع ولا لا، طب حصل الخشوع إزاي، ما إلى ذلك. كل الأعمال يعرضها على قلبه بقدر إمكانه، وإيه يبتدي يستصدر أوامر من القلب إلى العقل يتم تنفيذها تاني يوم، أو إن هو يبتدي العقل يأخذ مجال وترتيب معين عقلي ليقوم بتنفيذ وتحسين السلوك مع الخلق ومع الخالق، ماشي. وده معنى حديث حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. ففي بعض الصالحين بقى بيتمرس زيادة فيحصل عنده المراقبة طول النهار والليل، فكل ما يجي يتكلم يراقب ربنا، لأنه بيعرض الأول على العقل بيعرض عليه، وبعدين العقل يعرض على القلب، والقلب ده اللي فيه اللطيفة الربانية المدركة المؤمنة، ها، مصدر قرار بالكلام أو عدم، ماشي. فيستمر في مراقبة الله تعالى ليل نهار. كل وصف جميل موجود في الشرع الشريف وحث عليه الشرع الشريف، ها، هو يوصل في الآخرة لو مشيت فيه يوصل إلى
حضرة الله تعالى، أنك تبقى داخل في حضور مع الله تعالى، ويقيمك في أعلى المقامات، مقام الصديقين ومقام المحبين، كل وصف. طب واحد كان غافل وحصل عنده يقظة، باليقظة ده ممكن يرتقي في اليقظة إلى أن يدخل في مقام الصديقين باليقظة بس. طب بعد اليقظة ابتدى يحصل توبة، فممكن لو استمر يستمر إلى أن يدخل في مقام المحبة ومقام الإخلاص والكمال، ويدخل في مقام الصديقين. طب بعد التوبة عنده المراقبة برضه، من طريق المراقبة ممكن، يعني لو أنه لم يتعدى إلى المرتبة التي بعدها لكن استمر في الإخلاص وبذل الجهد في تلك المرتبة، يرتقي بها إلى أن يدخل في مقام الصديقين والمحبين، وهي أعلى مقامات، مقامات القرب من الله تعالى، أعلى مقامات القرب من الله تعالى. يدخل في الحضرة، يدخل في الحضرة. إيه يعني إيه الحضرة دي؟ مما من الله عليه تعالى. أن إيه دليل الحضرة دي؟ إيه حضرة دي جايبينها منين؟ الحضرة أنا جليس من ذكرني. يبقى أنت حاضر مع الله، وأنت هو يذكرك، وهو حاضر معك. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يبقى أنت في معنى حضور مع الله، حاضر معاه. يبقى الحضرة، ما يقول لك إيه الحضرة دي؟ إيه البدع دي؟ أقول له ده أنا جليس من ذكرني. ده حديث النبي هو اللي بيقول في حضرة، وإن ربنا مجالس ليك بالفعل، فاستحضر ذلك المعنى وأنت بتذكر، يعني ترتقي جدا خلاص، وتدخل في حضرة الله بالفعل، تبقى حاضر معه سبحانه وتعالى. طيب. وقال علي رضي الله تعالى عنه: من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمن، ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغن. طيب. وقال علي، أي طبعا رضي الله عنه عليه السلام، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، ختنه يعني زوج ابنته، عشان لقيتها في الكتب كلمة ختنه يعني جوز بنته. رايح أتكلم عامية بتفهموا برضه، أقول جوز بنته، فهمت؟ طيب. قال علي رضي الله تعالى عنه: من ظن أنه بدون الجهد يصل. الجهد هي شدة الجهد، شدة الاجتهاد، حتى بلغ منه الجهد، أي شدة الاجتهاد، شدة الجهد والتعب. من ظن أنه بدون الجهد، أي بغير التعب، هو الإجهاد، يصل فهو متمن. لازم تبذل كل ما في أقصى من جهدك في طاعة الله تعالى، وأن تقيم نفسك في عبادته إلى أقصى ما يمكن. المتمني ده الذي يطلب الشيء بدون أخذ أسبابه، كلمة المتمني، والذي يطلب الشيء بدون أخذ أسبابه. ضده الراجي، وهو الذي يطلب الشيء بأخذ أسبابه. خلاص، اللي بياخذ الشيء بأسبابه طبعا، ويجعل السبب بعد كده ايه، لا يتكل على السبب انما يتكل على الله. فالمتمني ده اللي هو بيطلب الشيء بدون أخذ أسباب، قاعد وما بيصليش ويقول ربنا يدخلني الجنة، ده متمني على الله. وتمنوا على الله الأمانية، خلاص، فدول اصلا ايه، ذمهم الله تعالى وذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيتمنى ده. لكن الأصل إن الأمر الرجاء، إن أنا بأعمل ما في وسعي وجهدي إلى أقصى ما يمكن، وأجتهد حتى أصل إلى حالة الجهد، خلاص، أي التعب من الجهد، من شدة الجهد. إلا أنك إيه، برضو مش تعب يعني يخرجك عن الخشوع والخضوع، إنما إيه، حتى لو كنت مش قادر تصلي قائم صلي جالس، لكن المهم صلي. واضح؟ عكس المتمني، يقول له ايه، من ظن انه بدون الجهد يصل، اي الى الله تعالى، فهو متمن، بيتمنى على الله الاماني، وليس له نصير لانه ايه، ما اجتهدش. ومن ظن انه يبذل الجهد، انه ومن ظن انه ببذل الجهد ومن ظن انه ببذل الجهد يصل فهو مستغني، ده متكل على العمل، خلاص، انما الامر انك بتعمل ولا تدري اقبل ام لا، وتعلم ان كان هذا العمل خير، ترجع هذا التوفيق في الخير الى الله تعالى، انه وفقك الى ذلك، خلاص، ولا تتكل على عملك، لانه ما فيش حد عمله كامل غير سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص، هو الذي اكمل الناس عملا، وهو الذي علمنا كيف نعمل، لكن حد وصل ان يعمل كما يعمل النبي؟ ما فيش حد وصل انه يعمل كما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، انما بتجتهد ان تكون قريبا منه في عملك. وبعض العلماء يقول ايه، اعمل زي ما الرسول بيعمل تماما، وحاول انك تعمل كل الاشياء. ليه؟ بيقول لك هو بيحثك على انك تكون على اقرب درجه من الحال النبويه، الحال الشريفه النبويه، مش بيقول لك انك هتقدر تجيب عمل زي عمل النبي،
لا مفيش حد، انما الكامل الوحيد هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص الانسان الكامل هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن حاول ان تقترب منه، وكلما اقتربت كلما اقتربت من الله سبحانه وتعالى. ومن ظن انه ببذل الجهد ببذل العمل يصل اي الى الله تعالى فهو مستغني، لانه مستغني كانه بيتكل على عمله. لا، اعمل ولا تتكل على العمل، وانما احمد الله على ان وفقك للطاعات، ولا تجعل هذه الطاعات الموفقه هي سبب وصولك. لا، لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. انما قالوا ان دخول الجنه بالاحاديث يدخل الجنه بفضل الله تعالى ومحض رحمته، خلاص. قالوا يقتسمون الجنه باعمالهم، خلاص. وهم الاعمال التي يقتسم بها الجنه توجه القلب الى الله تعالى بانواع الطاعات القلبيه. لكن امر يبقى ايه؟ من ظن انه بدون الجهد يصل بدون فهو متمني، خلاص. ومن ظن انه ببذل الجهد يصل فهو مستغن، مستغني بالعمل بتاعه، متكل على العمل بتاعه. طب والوسط؟ انه يعمل في الطاعات ويجي اذا نظر ان ربنا يسر له الطاعه ووفقه اليها ان يحمد الله تعالى على ذلك، ويرجع التمكين في التوفيق لله تعالى. التوفيق في ثلاث اشياء: التوفيق والخذلان والايه؟ والعصمه. التوفيق هو ان يخلق الله تعالى فيك القدره على الطاعه، يخلق ربنا تعالى فيك القدره على ان تطيعه، فده توفيق من الله تعالى، يستاهل منك الحمد والشكر على تلك النعمه. والخذلان والعياذ بالله تعالى خلق القدره في العبد على المعصيه، ان يخلق الله تعالى في العبد قدره على ان يعصيه سبحانه وتعالى، وده نوع من الخذلان والعياذ بالله تعالى. والعصمه الا يخلق الله تعالى في العبد القدرة على المعصية، فالأنبياء ربنا ما خلق لهمش قدرة على المعصية، ولذلك معصومون وجوبا، واضح؟ فده الفرق بين الثلاثة أشياء دي. فيبقى الأمر أنك بترجع الأمر لله تعالى، إذا وفقت حمدت الله تعالى وشكرته على التوفيق وأنه عصمك من معصيته، وأن تكون من أهل الخذلان، ها؟ وفي نفس الوقت إيه؟ ترجو منه القبول، ها؟ ولا تتكل على عملك انما ترجع الى الله تعالى. فده ايه؟ ان في مرحله بين الاثنين، انك انت ايه؟ تعمل، ها؟ ولا تتكل على عملك. فمراد الامام علي انه ذكر حاجتين: المتكل على عمله والذي لا يعمل. يبقى في شيء ثالث وهو ايه؟ الذي يتكل على الله في عمله ويحمده على ذلك، وده الموفق، خلاص. قال علي رضي الله تعالى عنه: من ظن انه بدون الجهد يصل فهو متمن، ومن ظن انه ببذل الجهد يصل فهو مستغن. يعني الصفة الثانية برضه ببذل الجهد، من ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغن، دي برضه مذمومة. والصفة الثالثة التي إيه؟ يعمل ويشكر الله على توفيقه على العمل، ولا يتكل على عمله، وده الناجي اللي هو مظبوط وسالك مظبوط. رايح؟ طيب. رايح دي كلمة شيخنا الأكابر، يقول إيه؟ راح يا عم الشيخ؟ يقول لك راح. كان سيدنا شيخ الشيخ علي جمعة رضي الله تعالى عنه، نور الدين الشيخ، جاد الرب رمضان، في كان في علماء في وما زال الى الان علماء متقنين جدا وعلى درجه تلاعي جدا. الشيخ جاد الرب رمضان ده قعد 40 سنه يشرح ويدرس الاشباه والنظائر للامام السيوطي، 40 سنه يدرسها كمان في الدراسات العليا. فكان لما تيجي مساله ويشرحها يقول راح، نقول له راح يا مولانا، يقول راح يا عم الشيخ. يعني فهمتم؟ يبقى دي معنى كلمه راح. وقال الحسن رحمه الله تعالى: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. يبقى أنك تطلب من غير عمل تمني، ها؟ تتمنى على الله الأمني، وليست أهلا للأمنية دي، إنما أنت تعمل رجاء بأنك تعمل بما في ما في وسعك وطاقتك، وتترك القبول لله تعالى والتوفيق، تشكر الله تعالى على التوفيق. وقال الحسن أي البصري رحمه الله تعالى: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. يعتبر ذنب، مقصر، لأن الله تعالى نصب الأسباب وأمرنا أن نأخذ بالأسباب وإن كانت لا تنفع ولا تضر، واضح؟ لكن أمرنا أن نأخذ بها، ولكن اعملوا. وقال أيضا حسن البصري: وعلامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. علامة حقيقة الوصول إلى الله والطريق إلى الله تعالى
كما يقول سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى أو رضي عنه: علامة الحقيقة أي القبول أي الوصول ترك ملاحظة العمل، ما تلاحظش العمل، هو أنت بتلاحظه أثناء فعله حتى تؤديه مستكملا للشروط والأركان والأسباب والواجبات ومنتفيا للموانع، فيكون إيه صحيحا فيقبل. ماشي؟ يبقى إحنا في العمل بتراقب العمل أثناء فعله أو أثناء أدائه، خلاص، بأنك تراقب في الشروط بتاعته والأركان ها والأسباب ها والواجبات بتاعته وانتفاء الموانع. دي كلمة عبارة ذهبية عند الأصوليين ما حدش هيلاقيها دي، ها، أن العمل يصح إذا كان مستوفيا للشروط والأركان والأسباب والواجبات وانتفت موانعه، خلاص. فإذا أنت عملت كده بتراقب العمل أثناء فعل، بتوضأ كويس وأحسن الوضوء، أهو إحسان الوضوء، ها، إسباغ الوضوء، أجي أصلي أستحضر الخشوع، وبعد ما أخلص هنا بقى العلامة. علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل، أنا خلص خلصت، الله عليه القبول، أنا يا ربنا أديت اللي علي وفي مقدوري واجتهدت بقدر ما أستطيع. وليست علامة الحقيقة أي السلوك إلى الله تعالى والقرب من الله تعالى ترك العمل، واضح؟ قال وقال أي الحسن البصري رحمه الله تعالى: علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل، ما تراقبوش بعد ما خلص، لكن راقب فيه وانت شغال فيه، وبعده أيضا تراقب ما لا يبطله بأن تحدث رياء أو سمعة أو ما إلى ذلك. فأثناء العمل تجيب كل أسبابه، وبعده تتقي الرياء فيه وما إلى ذلك، وعندها تنظر إليه كأنه كأنك ما عملتش، بس ربنا عافاك بأنك تكون إيه مش من أهل الخذلان والمعصية، وجعلك من أهل الطاعة والتوفيق، فتحمد الله عليه. لا ترك العمل، علامة الوصول إلى الله تعالى ترك ملاحظة العمل، لا ترك العمل نفسه يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يبقى إنه يدين نفسه يحاسبها. دان يدين يعني من باب الدين، لا من باب الدين، الدين أي الانقياد والطاعة، خلاص. دان نفسه يعني حاسبها، الكيس من دان نفسه أي حاسبها، وعمل أهو العمل لما بعد الموت. والأحمق من أتبع نفسه هواها، اتبع نفسه الهوى بتاع النفس، فالنفس لها هوى، والهوى ده موجود مما هو موجود في البيئة فيما نشأ فيه الإنسان، فيؤثر الهوى ده على النفس، فالنفس تقول له واحد يجد الناس ما بتصليش، هو الهوى بتاع ايه، الهوى بتاع النفس ايه، طب ما الناس ما بتصليش، طب ما نعمل زيهم، اللي هو منقول من البيئة، الهوى ده منقول من البيئة، وبعدين الهوى النفس تتبع الهوى ده. من أتبع، والأحمق من أتبع نفسه هواها، خلى نفسه تتبع الهوى بتاعه، خلاص. وتمنى على الله الأمني أي بغير عمل، معنى التمني قلنا إيه، هو إرادة شيء فيه مصلحة ومنفعة إلا أنه لم يأخذ بأسبابه ها وما إلى ذلك. وتمنى على الله الأمانية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى، أي جعل النفس تتبع الهوى. وتمنى على الله الأمانية. ماشي؟ في بعد كده هيأتي بإيه نصيحة أخرى، في حاجة فيما سبق اللي احنا شرحناه الآن. أسئلة؟ نعم. إيه؟ أيوة. مفهوم عبادة هنا، عبادة محضة أم دخل فيه عادات اللي هي الصالحة؟ كل شيء عادات، كل عادة بالنية الصالحة تتحول إلى عبادة، إلا أن الناس تتفاوت في مراتبهم في القرب من الله تعالى. العامي عليه يصلي الخمس فروض ويصوم رمضان، ولو قدر يحج وكده، لكن هو مش مشغول بقى غير إيه؟ كده أدى الفرائض التي عليه، فهذا خلاص ماشي سالك وحلو ومقبول ويدخل الجنة. لكن في ناس إذا سألتهم الله فسأله الفردوس الأعلى، ناس عايزة ترتقي وتقرب من الله تعالى، أحس بالجمال، أحس بنعمة الله تعالى عليه فأراد أن يشكرها، فتلاقيه بقى يزيد بقى من الفرائض ينتقل إلى النوافل، فيزداد في النوافل، خلاص.
ولكن برضو رغم الزيادة في النوافل هو أصبح من الخصوص، مش من خصوص الخصوص ولا من خصوص الخصوص الخصوص. يبقى في عوام وده نافل، وفي خصوص اللي هو إيه، بيزيد في النوافل والطاعات، بيحاول يتقي الله تعالى، فده أرقى من العامي، ها سالك إلى الله تعالى. لكن ده ممكن يكون أيضا عنده نوع من عدم كمال الحضور مع الله تعالى. معنى إيه؟ أنه بيؤدي الفرائض والنوافل وبعد كده منشغل في حياته العادية بدون ذكر، في بدون استحضار معنى المعنى الحضور مع الله تعالى في كل أوقاته، ها بيعيش بقى حياته طبيعي، يقيم الليل ركعتين وينام بقية الليل، حاجات زي كده. في أرقى من كده خواص، خواص أعلى من خواص دول، خواص إن هو عنده انشغال أكثر بعد الطاعة بالنظر إلى الله تعالى ونعمه عليها وشكر، محاولة شكر تلك النعمة وما إلى ذلك. بعدين خصوص الخصوص اللي هم المقربون اللي هم في حضرة الشهود مع الله تعالى لا يغيبون عنه ليلا ولا نهارا، ها طائفة قليلة جدا اللي هي منها الأقطاب والنجباء والأبدال، ها والأوتاد، ها دول خصوص ما اصطفاهم الله تعالى لعبادته وخدمته سبحانه وتعالى، ودول لا يغيبون غالبا عنه لحظة ليل نهار. خلاص نشاهد ربنا كده، وقد يغيب عن الأكوان أو لو وجدت معه الأكوان ينظر إليها من خلال المكون سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى الأكوان باعتبار أنها مخلوقة، ده بينظر إليها من خلال الخالق. فعند ذلك يكون انشغاله ليل نهار بالخالق، لا يلتفت إلى الأغيار ولا إلى ما سوى الله تعالى. ودول خصوص الخصوص اللي هم اللي احنا قلنا عليهم دول، ومن شاء الله تعالى من أوليائه الصالحين والمقربين. رايح أجب؟ ها؟ فلا مانع، لأن الخصوص الخصوص دول بقى كل حياتهم عبادة بقلبهم. خلاص تحويل العادة لعبادة ده مش مطلوب من كل الناس، العامي لا يطلب بأن ينوي وهو يأكل أنه يأكل ليتقوى على العبادة، ولا ينوي وهو ينام أنه إيه؟ لا يجب عليه كده، واضح؟ لا يجب عليه ذلك ولا يجب على أحد. لكن أهل خصوص الخصوص ينظرون إلى أهل الخصوص على أنهم مسيئين لأنهم عندهم نوع من الغفلة، وأهل خصوص الخصوص ما عندهمش غفلة خالص، ها لا يغفلون عن الله تعالى، ها فيكونوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وورثون لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فدول بينظروا لأهل الخصوص، أهل الخصوص الخصوص ينظر لأهل الخصوص إلى أنه مقصر. ولذلك وضعوا قاعدة في التصوف يقول إيه، حسنات الأبرار سيئات المقربين. المقرب إلى الله تعالى بينظر للبار إلى أنه بيرتكب سيئات. خلاص الإمام الغزالي لما كان يمر على الأماكن التي يدرس فيها الفقه والأصول والقواعد وما إلى ذلك يقول هذه مجالس كنا نعصي الله فيها. ليه؟ لأنه ارتقى، هو ما عصيش معصية حقيقية لكن هو مقصوده إيه، ارتقى مع الله تعالى، فوجد المدارس دي قد يشوبها شيء من الإيه، من الرياء، حد يتكلم يكون في، لكن مجالس الصفاء مع الله تعالى دي أعلى بكثير من مجالس إيه اللي قد يشوبها شيء من الرياء، من السمعة، من المجادلة المحرمة وما إلى ذلك أو المكروهة وما إلى ذلك. رايح في أسئلة تانية ولا نقرأ اللي بعدها؟ نعم. خلق الله باسمنا يبعثه أحد التشريف ولا يبعثه أحد الكسب. مين؟ الله. أنت جيت في قضية حلوة. أول حكمة من الحكم العطائية معناها يعني حكم سيدنا ابن عطاء الله السكندري يقول إقامتها لك، إقامته لك في التجريد وطلبك للأسباب انحطاط عن الهمة العالية. خلاص وإقامته لك في الأسباب وطلبك للتجريد من الشهوة الخفية. إيه معنى الكلام ده؟ إحنا كده نكتفي، إحنا لو شرحنا الكلام ده هياخد بقية الجلسة. هذه أول حكمة في الحكمة العطائية، وهي حكمة جميلة جدا، إلا أنها فيها نوع من التفويض إلى الله تعالى برضه. الحكمة بتقول إيه؟ إذا ربنا أقامك في الأسباب، ها؟ ما تطلبش التجرد. ما معنى التجرد والتسبب والتجرد؟ التجرد إن أنا إيه، ربنا يخلعني من الأسباب، يجعل الأشياء تكون بغير سبب، زي إيه؟ ما جوعش، أقعد 3 أيام ما جوعش. كنا بنشرح في الأزهر قعد 3 أيام ما جعش، لكن هو بيجوع في اليوم الرابع فدخل في الصحراء، هو عادته إن ما بيجوعش 3 أيام، ربنا أقامه كده. خلاص ده اسمه تجرد، أقامه في إيه؟ صفة الجوع والشبع بأنه متجرد فيها، بأنه إيه؟ ما بيجعش. وده حال نبوي، ميراث نبوي. اليارثون قال العلماء يرثون عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فالعلماء ورثة الأنبياء يرثوا منه كل شيء،
ظاهر وباطن. ها؟ ايه الظاهر والباطن؟ كل شيء ما عدا حاجه واحده لا تورث على النبي وهو الوحي. انقطع الوحي بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، فانقطع الوحي، لكن يرث العلماء ورثة الانبياء، ده حديث حتى شرحه العلماء بكتب مفرده، خلاص؟ فيرث الناس من النبي صلى الله عليه وسلم كل احوال الا الوحي الذي انقطع، فيرث منه احوال ظاهريه واحوال باطنيه. أحوال الظاهرية قيامه لليل، طب أحوال الباطنية خشوعه في قيام الليل، ها؟ أحوال الظاهرية صيام الأمور العبادات الظاهرة، أحوال الباطنية ما فتح الله عليه من التربية للخلق بالنظرة، من التربية للخلق بأنواع من أنواع مثلا أديك مثال، أنه كان يربي بالنظرة، يربي باللمس، يربي بالكلام عليه الصلاة والسلام. فلما جاء أبو محذورة رضي الله تعالى عنه، سيدنا بلال كان فتح مكة، سيدنا بلال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن، وكان بلال صوته نادي، فأذن سيدنا بلال، فسيدنا أبو محذورة كان لسه ما أسلمش أو أسلم لكن في نوع نفاق، فقعد وهو سيدنا بلال بيؤذن هو يتريق، يعني يقلده بطريقة مشوبة كده بسخرية أو كده، يقول مثلا الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله، يعني إيه يتريق كده أو بسخرية. فشافوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال نداء، فقال ماذا كنت تفعل؟ قال لا شيء. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع كفه على صدري، فسيدنا ابو محظوره يحكي يقول ايه، ما كان انسان ابغض الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وضع يده على صدري صار احب الخلق الي. ها؟ قال تعالى أعلمك النداء، فعلموا النداء، وأصبح أبو محذورة مؤذن من ضمن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. يبقى ده إيه؟ العلاج بوضع اليد كده، العلاج بالنظرة كثير جدا، ما كان يخرج ناس من الكفر للإيمان بالنظرة، خلاص ده كده يكون غير محصول العلاج. مثلا في مثلا حديث رواه الطبراني يقول إن جت امرأة كانت مرأة بدلة بتختلط بالرجال وتكلمهم كتير، ما بتفعلش شيء حرام لكن بتتكلم وبتري مع الرجال كتير وتخرج وتذهب الى السوق وتكلم الرجال، بس طبع المراه غالبا غير كده، بتكون ايه عندها حياء، لا تتكلم، لا تفتح الكلام، لا تزيد فيه، تصير مع الاجانب، لكن دي كانت مع الاجانب تتكلم بدون فعل محرم او كلام محرم. فالمراه دي وجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ياكل على الارض، فبتكلم الناس بقى وهي قاعده، انظروا كيف ياكل كما ياكل العبد. فقام رد عليه سيدنا عثمان وهو قاعد على الارض بياكل، قال نعم انا اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد، ومن اعبد لله مني؟ فالمراه راحت عامله سؤال ثاني، انظروا كيف ياكل وحده. قام راح النبي صلى الله عليه وسلم ناولها لقمه في يدها فاكلتها، فانقلب حالها، بعد ان كانت فيها بذاله بقت صارت اشد نساء المدينه حياء، انقلب الحال كده بايه؟ باللقمه اللي اداها لها عليه الصلاه والسلام، واضح؟ فله احوال ظاهره واحوال باطنه وله معالجات، فهو سيد المربين والمعلمين، خلاص؟ ويربي بجميع انواع التربيه عليه الصلاه والسلام. ففي حاجه اسمها الايه؟ الميراث النبوي، سواء بقى كان مثلا من الميراث النبوي في التجرد، خرجنا من التجرد نرجع للتجرد. الميراث النبوي في التجرد ان يجعلك تقيم الليل كله من غير ما تتعب ولا تحتاج للنوم. الميراث النبوي في التجرد، ها، انك يجعلك لا تاكل وتستمر في الجوع ولا تحس بالجوع، فده ميراث نبوي. هو يقول انا ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، خلاص، اما نهاهم عن الوصال، لكن هو كان بيبيت، يبقى ده ايه؟ اسمه تجرد، ربنا اقامه في مقام تجرد، خلاص. هو يبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لكن يجوز للصحابه ان يحدث عندهم مقام التجرد في الجوع، مقام التجرد في قيام الليل وهكذا، بل هو مطلوب انك انت بتجتهد في الاشياء دي، خلاص. انما لا، ابن ادم وعاء شرب من بطنه، ها، وحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبه، ها، ولو كان ولا بد، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، قال لنا كده، لكن هو في مقام تجرد بانه يمتنع عن الاكل والشرب. طب ده يورث؟ اي يورث من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قام في مقام التجرد كثير من الصحابه، منهم سيدنا عبد الله بن عمر نقل عنه انه كان يصوم 6 ايام متواصله، ها،
في رمضان من غير ما يفطر 6 ايام، ما فيش لا اكل ولا شرب، صيام تمام خلاص، ده ميراث نبوي ربنا اقامه في مقام التجرد مثل من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وكان حتى يقولون انه ايه، عندما يريد ان يفطر بعد 6 ايام يذيبون له السمنه، يعملوا له زيت سمنه يشربها عشان امعاءه التصقت حتى تتفتق امعاءه كما ورد كده في النص. ها، وكان عبد الله بن الزبير يصوم 7 ايام، وكان كلما صام ازداد قوه، لحال ثاني بقى، بس انا قصدي ان هو كان يواصل 7 ايام في الصيام. الحال الثاني انه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن تضجع بطنك النار، ويل لك من الناس ويل الناس منك، فكان يشتد كلما يزداد صيام، كلما امتنع الاكل يشتد، حتى كان يقاتل الحجاج ها، وكان يدفع جند الحجاج بمفرده الى باب الكعبه وهو صائم ماشي. يبقى ده ميراث نبوي. مر بقى عن الصالحين في الامه الى ان وصلوا، يعني سيدنا موسى كان يصوم 40 يوما متصل، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، كان صايم 40 ليلة لكن رد للاستياك، استاك في اليوم 30 عشان هيخاطب ربنا. فنودي ألم تعلم أن خلوف فم الصائم أطيب، أن خلوف فوق خلوف فوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فرد 10 أيام، لكن كان صايم 40 يوم سيدنا عيسى عليه السلام كما ورد ذلك. من الأئمة السالفين بقى إيه؟ السلف الصالح كان منهم اللي كان بيصوم فما يجيلوش جوع، يبقى ده مقام تجرد أهو. منهم كنا بنقرأ في كتاب منهاج العابدين، واحد كان عادته يصوم 3 أيام، ياكل أكلة كل 3 أيام بس، وما يحسش بجوع ولا شرب، فده ربنا أقامه في التجرد 3 أيام. لكن بعد 3 أيام بيحس بجوع فبياكل، يبقى التسبب بتاعه بعد 3 أيام، ففي سبب وفي تجرد. فالرجل المتجرد ده اللي هو بيقيم 3 أيام ده دخل الصحراء ومعهوش عادتهم بقى التوكل، مش هيسأل حد لكن هيتوكل على الله. فدخل ومر 3 أيام ابتدى يحس بجوع، فتوجه إلى الله، يا رب أقبني في مقام التجرد ولا شو بقى تعمل فيا إيه، أنا عبد. فربنا مد إن هو يحسش بالجوع، إنه لا يحس بالجوع 12 يوم بعد الإيه الثلاث أيام، يبقى أقام في مقام تجرد أوسع. كل شيء ليه مقام تجرد، النوم، الاكل، الشرب، ها وهكذا، كل الاشياء دي فيها مقامات تجرد فيقيمك الله فيها، واضح؟ بس ما تجربش مع ربنا، فاذا اقامك في مقام التجرد فاستغله خلاص، واستمر انشغل بالعباد في لانه اقامك في مقام التجرد، جعلك ما تاكلش، يبقى هو عايزك تجعل بدل ما تضغط الاكل تذكر، تشتغل بعبادته، واضح؟ ولذلك سئل احد الصالحين، كان في شيء يؤكل مقشر ويؤكل بقشره، فكان احد الصالحين ياكله بقشره، فسئل يعني ما تقشر؟ قال له بين تقشيري وعدم تقشيري 50 تسبيحة، هضيع 50 تسبيحة واقشره؟ لا، هاكله بقشره طالما انه يؤكل بقشره خلاص، وما تضيعش 50 تسبيحة. فكانوا متقنين محافظين على طاعه الله الى اقصى درجه، دول الاولياء الاكابر يعني. فاذا اذا اقامك في مقام تجرد فلا تتطلع انك انت تنزل الى مقام الايه التسبب خلاص. ومثل لذلك كما مثل ذلك الشيخ ابن عطاء رضي الله تعالى عنه في كتابه التنوير في اسقاط التدبير، قال كان هناك ملكا وعنده عبدين، عند الملك ده عبدين، فقال لرجل احدهما، قال لاحدهما كن في خدمتي وعليك مؤنتي، انت اخدمني، الملك بيقول للعبد ده اخدمني وانا هكفيك المؤنة، الاكل والشرب والملبس والمطعم والمنام وكل حاجة. وقال للعبد الاخر اذهب فاشتغل في الزريبة، الزريبة اللي فيها الانعام والبهائم وما الى ذلك، فيطعم ويأخذ اجرته برضو من الملك، والملك يطعمه ويكسوه، لكن هينام فين؟ في الزريبة مش في خدمة الملك. فقال ان على كل واحد ان يرضى بما قسم الله له، فالذي في الزريبة لا يتطلع أن يخدم الملك، وإنما يرضى بما قسم له الله الملك خلاص، ويشتغل في الزريبة ويعتبر ده الكمال بالنسبة إليه، لأنه أقامه في الأسباب، وعليه أن يطلب الرضا ويحصله بقلبه، فيكون قد وصل إلى مقام من يخدم الملك خلاص. بس ده في مقام إيه؟ تسبب، يأخذ بالأسباب، فلا يتطلع اللي بيشتغل في الزريبة دي إلى أن يعمل عند الملك خادما للملك. ليه؟ هذا بقى من
طلبك للتجرد من الشهوة الخفية، شهوة خفية في النفس عايز تترقى. ولذلك من أهم الأشياء أن ترضى بما أقامك الله فيه، أن ترضى بما أقامك الله فيه. فمقامك حيث أقامك، مقامك حيث أقامك، يعني ارضى بما قسم الله لك فيه. يعني واحد طبيب أقول له لا اشتغل في الطب حلو قوي كده، ربنا قسم لك الطب، لكن لا مانع أنك تطلب الشرع في وقت فراغك، في أولوياتك أنك تشتغل في الطب. طب وفي وقت فراغك تعال اشتغل، تعال اطلب الشرع وتقرب إلى الله وتعبد. ها، فما فيش حاجة أفضل من من القرب إلى الله تعالى من إيه؟ الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما متعلما، اللي بيذكر ربنا حتى على أولا. فالذكر يجر إلى الخشية والخشوع والمراقبة وما إلى ذلك. ها، وما ولاه أي والى على ذكر الله أو والى على طاعته كما شرح علماء الحديث ذلك الحديث هكذا، أو عالم متعلم، فدول الناجين كلهم. أما ما باقي سوى ذلك من الدنيا ملعون. فإذا أقامك في مقام التجرد في مقام الأسباب زي الرجل اللي في الزريبة ده، فلا تطلب أن تكون خادما للملك، فده من الشهوة بتاعتك الخفية، وإنما ارضى بما قسمك الله، بما قسم الله لك، بما قسم الله لك تكون أغنى الناس كما ورد في الحديث. طب والتاني اللي بيشتغل عند الملك ده، ها، قال له بقى أنت أكلك وشربك وكل حاجة علي، أقام مقام تجرد، ده هيشتغل في زريبة ولا بتاع، فما يطلبش بقى إنه يروح يشتغل في الزريبة، ده انحطاط عن الهمة، انحطاط عن الهمة العالية. خلاص، ده انحطاط عن الهمة العالية. فمقامك حيث أقامك، أقامك في دراسة خليك في الدراسة. أقمنا دلوقتي الحمد لله في روضة من رياض الجنة كما أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم، حلو راضين بالروضة. خلاص مش هتلقى الحاجة تانية، قيمة كل لحظة بقيمة في حاجة معينة، واضح؟ وكل شيء في تسبب أو تجرد بالنسبة لكل الإنسان، فمختلف التسبب والتجرد ده مختلف في بالنسبة للأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة ومقاصد الناس، بيختلف التجرد والتسبب بيعتبر كده. فقد يقيمك في تسبب في حاجة معينة وتكون في تجرد في حاجة معينة تانية، وقد يختلف عليك الحال في التسبب والتجرد وانت قائم فيه إلى الضد. كان أحد الصالحين يمشي ماشي ومعاه تلميذه، فالتلميذ بيقول له إيه؟ فوجدوا أسد طلع عليهم، قام الشيخ هشه قال له هش، خلاص. فالأسد عمل إيه؟ بديله كده ومشي. فجاء الشيخ نايم بالليل، جت أموسة ناموسة قرصته، فقام صرخ. فالتلميذ بيقول له إيه ده اللي بيحصل ده؟ أنت بالنهار تطرد الأسد وبالليل تفزع من ناموسة؟ قال دي مقامات وأحوال تتغير على الإنسان ليل نهار، واضح؟ فينتقل من مقام لحال وحال لمقام، ويكون ومختلف أيضا بالنسبة. ولذلك صدق من قال إن عدد الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس المخلوقات، كل لحظة فيها حال، كل يوم هو في شأن كل لحظة. ماشي، أجبت ولا لسه؟ طيب في حاجة تانية؟ أخذت الوقت كله دلوقتي، نقف هنا ولا إيه؟ نستمر قليلا ولا نقف؟ حاضر. قول الإمام الحسن البصري: الحقيقة أي الطريق الصحيح في السلوك إلى الله تعالى أنك تكون على الحق. خلاص، الحقيقة الطريق الصحيح في السلوك إلى الله تعالى أي أن تكون أنت على الحق، أما ما سوى ذلك التركين الإيه؟ باطل. ها، ترك مراحضة العمل لا ترك العمل. بيقول لك الحقيقة في السلوك إلى الله تعالى لا تترك العمل، إنما ترك مراحضة العمل كما قلنا وشرحناه، إن ألاحظ في العمل أولا، مطالب بأن ألاحظ في العمل في أثنائه وبدايته أولا الأسباب والأركان والشروط والواجبات وانتفاء الموانع، خلاص، وابتدي أمشي في العمل لغاية نهايته، وبعدين ألاحظ بعده إن أنا إيه أفضل ملاحظه كده، ده مطلوب إن أنا ألاحظ كده إلى أن ينتهي، وبعد ما ينتهي العمل أطلب ملاحظته من أن أجعله بريئا من الرياء والسمعة وما إلى ذلك، وبعدين أسيبه بعد كده أرميه لله تعالى ولا ألتفت إليه. خلاص، وإن مش معنى كده الحقيقة إن أنا أترك الأعمال، لا، لأن فهم بعض السالكين أن الحقيقة ترك العمل من بعض الأحاديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. خلاص، وما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن الإنسان قبل أن يخلق كتب مكانه من الجنة والنار وشقي وسعيد كل حاجة، قال ففيما العمل؟ قال ولكن اعملوا
فطلب العمل. ولهنا المدار كلام الإمام الغزالي في ذلك الموضع على العمل، نحن نركز على العمل بس ما نعتمدش على العمل بس، فتركز على العمل وتستوفي شروطه وأركانه، بعد ما تعتمدش عليه بعد تمامه وخلوصه إلى الله تعالى من الرياء والسمعة. ده المقصود من كلام معنى الحقيقة لا تركن إلى العمل وتعتمد عليه، ولا إنك أنت تترك العمل. رايح؟ فهمتم؟ طيب خلاص ماشي كفاية. السؤال، ممكن أتكلم أقرأه صراحة يعني؟ هل يجوز للحكومة الماليزية أن تهدم مصانع مصنع الخمر بناء على القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع؟ لو كان الأمر للحكومة يجب عليها ذلك، ويجب على كل من يكون متخذ لهذا القرار أن يفعله قطعا يقينا، خلاص، لأن ده محرم قطعا عند المسلمين وفي بلاد المسلمين، خلاص. هل يجوز للحكومة الماليزية أن تهدم مصنع، بل يجب عليها أن تهدم مصنع الخمر ويتخذ ذلك القرار بناء على القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع؟ وهنشرح المنفعة اللي جاية. في منفعة معتبرة شرعا، ومنفعة ملغاة شرعا، ومنفعة لم يعتبرها الشرع أو لم ندرك فيها الاعتبار أو الإلغاء، اللي هي المصالح المرسلة، علم بحال اسمه علم المصالح المرسلة، قل لي ففيه، ألف فيه العلماء كثير. يبقى المصلحة، في مصلحة معتبرة والمصلحة التي طلبها الشارع، ها، زي مصلحة الطاعات، امتثال الطاعات والانتهاء عن المنهيات، خلاص، فدي مصلحة طلبها الشارع. وفي مصلحة ألغاها الشارع اللي هي ترك الطاعة أو عدم الانتهاء عن المنهيات، دي مصلحة نهى عنها الشارع، هذه مصلحة مهدرة من جهة الشارع. سرق وأقيمت عليه بينة وثبت، أقول له لا ما تقطعش إيده بقى، خليك رحيم، مصلحة ملغاة. إذا رفع الأمر إلى القاضي يجب أن ينفذ، خلاص، هكذا حسب الخلاف يعني في الحدود، خلاص، ما فيش عفو عن الحدود إلا الحدود التي أجاز الشارع فيها لصاحب الحد أن يعفو بنفسه، زي حد القذف يجوز للمخزوف أن يعفو، لكن السرقة لا تقطع اليد، ما فيش واحد يشفع في حد من حدود الله تعالى. وما اقولش لا ده قطع اليد فيها دم، لا، لان الاحكام دي زواجر وجوابر، والحدود زواجر وجوابر وكفارات تزجر عن فعل المعصيه. طب اذا وقعت بقى ربنا اوعدك بالفعل المعصيه تقام عليك الحد، ما نقولش بقى اقامه الحد هنا ايه مصلحه، ما نقيموش عشان مش مناسب، مصلحه لم يعتبرها الشارع مصلحه ملغاه. وفي مصالح المرسله دي اختلف بقى فيها. فأنا المصلحة وتحصيل المال من بيع الخمر المحرم اللي هي عند الشافعية ليست متقومة، الخمر كالبول والبراز ليست لها قيمة عند الشارع بالنسبة للشافعية، هكذا ليست متقومة، فكونك بتاخد مقابلها مال ده أكل مال حرام، واضح، في مقابل لا شيء. المصالح باعتبار الأرباح لتنمية الاقتصاد، لا، ربنا هينمي الاقتصاد بالنية السليمة، وخصوصا ان الحكومه تملك ذلك، يبقى يجب عليها فعل ذلك قولا واحدا، لان هي السلطه التي تملك تنفيذ ذلك، ويجب عليها ذلك قولا واحدا، وربنا هيبارك في حاجه ثانيه ما تعرفش تاتي منين البركه، لكن البركه في الطاعه، كونك مطيع يبقى دي بركه لوحدها كده. جايز ما يجيش فلوس، لكن يجي شبع، ياتي عدد امراض، ياتي تيسير الامور، البركه امر عام، الخير الكثير، خلاص، فتاتي البركه بالطاعه. والمعصية دي لن تأتي بالطاعة، بل تأتي بإيه؟ برفع المدد من الله تعالى ورفع الإيه؟ النصرة الله تعالى. ها، شوف الله تعالى يقول إيه؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ها؟ بتجعل رزقك إنك أنت تكذب بالله عشان يجي لك الرزق. ها؟ لا. الرزق مع الإيمان. ولذلك سيدة عائشة تقول إيه؟ إني لا أعجب كيف يرزق من لا يصلي الفجر في جماعة. بيجي له رزق ازاي؟ ده وقت تقسيم الارزاق، فبتقول ده وقت تقسيم الارزاق، وده ما كانش وقت حاضر في وقت قسم الاجزاء فيما هو الارزاق، فكيف ياتيه رزق؟ ما كانش حاضر. واضح؟ فاذا الطاعه هي التي تجلب البركه والرضا من الله تعالى، والمعصيه تمحق البركه وتاتي بغضب الله تعالى.
فلا تدري من اين البركه، جايز ربنا يكفيكم من جهه اخرى اذا كان الحكومه مؤمنه تنفذ هذا القرار. خلاص المصالح باعتبار الارباح للتنميه دي مصالح قلنا ايه غير معتبره، مصالح الغاها الشارع، ها، فليست مصلحه اصلا، لا اعتبار لها عند الشارع. جزاكم الله خيرا يا مولانا، امين واياك. في ايه تاني؟ خلاص في اسئله تاني؟ نكتفي ولا ايه يا عم انت؟ كفايه؟ في أسئلة تاني؟ طيب خلاص، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم، والحمد لله رب العالمين على ما منى وأبلى وابتلى وأفاض وأعان وأمد وحفظ وعصم، والله تعالى أعلم.